نقطة مهمة جدا فيما يخص أكرم، راجل يعني كده وحماسي وبالك هو مشكلة أكرم في حتى كنا بنسأل الأجهزة الفنية واللاعبين في النادي الأهلي إن هو بيرجع من الإصابة ينزل يدي تكالينج ويشتغل وبقوة شديدة جدا، ما بيمشيش الحتة اللي هي بتاعت التدريج ديت. صحيح. تقول لي الواحد زي أكرم توفيق هو لاعب كلنا نقتنع بمستواه وبأدائه يعني. مهما قلت له انا عن قناعه شخصيه ان ده حقيقي والله مش هينفع يعني، مش حتى ما اللي قاله مارس الكوره ده مش هيجي معاه ولا اي حاجه. هو بص لها تاني هقولها، كل واحد ربنا مديله ميزه بيشتغل عليها. احمد فتحي من النوعيه دي. احمد فتحي لو قعدت تهديه من هنا السنه الجايه هو احمد فتحي. واحمد فتحي لعيب قلب، لعيب راجل. وخلي بالك ممكن هو قال كلمه كويسه قوي مستر كولر لما بيقول له الجمهور عاطفي، لكن في نفس الوقت انا محتاج النوعيه دي في الملعب. انا لو كله شبه بعضه خلاص التيمبو بتاعه هيقع. بس انا كنت عليك ما عليك على في الاول. انت لسه راجع من لا في الاول غير. في الاول هو لازم يقول له الكلام ده. بس انا برضو حتى لو انا قلت له كده في الاول اكرم توفيق واكرم توفيق، لان العيله دي كلها كده اصلا. أيوة. يعني عبد العزيز توفيق نفس الستايل. عبد العزيز توفيق يعني كان معايا جيل واحد في المنتخب والنادي المصري وكملنا مع بعض فتره كبيره جدا. احنا كنا بنقعد نقول الكلام ده، اهدى شويه حتى عشان انذارات عشان ما تعورش وحاضر طيب، وينزل الملعب تلاقي واحد تاني اكرم من واحد واحده ممكن يعمل تاكلينج. هو دي طبيعته البشريه. هو ده الحماس اللي عنده. هو ده خليه في وقت من الاوقات يفرق كتير جدا، يفرق كتير جدا عن اللعيبه الكواليتي بتاعها اعلى منه. فدي الميزه اللي ربنا مديها له. فاكرم من اللعيبه الرجاله. لكن هو السؤال هنا بيطرح نفسه، كنت انا وجمال بتكلم برضه، هيلعب ايه اكرم توفيق؟ هيلعب ايه يعني؟ حتى لو خد الوقت محمد هاني بقاله فتره كبيره جدا مش كويس ما شاء الله عليه، نص الملعب بتاع النادي الاهلي حدث ولا حرج. يمكن انا وجمال كنا نقطه الخلاف ما بيننا، هيلعب 8؟ طب هينفع 8؟ طب هيلعب 6؟ طب مروان؟ طب ما فيش سوليه اصلا لسه بيحضر وبيجهز. انا بصراحه انا شايف بكميه البطولات والمباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي كله يلعب. اي لعيب مميز عندك هيلعب وهياخد يعني، ودي مش لازم بكره معك. يعني مثلا لو اكرم توفيق داخل بكره مش لازم اشيل محمد هاني احطه باك رايت، او اشيل مروان عطيه احطه رقم 6، او اشيل علي زيزو احطه رقم 8، بس كده هياخد. انا دايما عندي قناعه شخصيه ان اي فريق بطل بص على الدكه بتاعته وبص ال 11. صح كده. اي فريق بطوله صح بص على الدكه بتاعته، لو الدكه قويه هتعرف ان الفريق ده نفسه طويل جدا. صح. ودي ميزه النادي الاهلي من الفتره اللي فاتت دي كلها، يمكن 3 4 سنين الاخرى دول، لا فريق قوي، فريق نفسه طويل. انا بقول لك في وقت من الاوقات حتى والزمالك بياخد الدوري وهو ناقص، كان ابو جبل مشي وكان طارق حامد مشي، كنت قاعد معاك في نفس المكان ده وانت قلت لي الزمالك ممكن يكمل على كده السنه الجايه، قلت لك صعب. ليه صعب؟ الصدفه هتيجي مره واحده مش تيجي كل مره. ايوه مش هتبقى قاعده. مش هتبقى قاعده. صح ممكن استثناء ماشي، لكن قاعده استثناء مستحيل. بالحماس بالباور بكواليتي اللعيبه بالخبرات اللي موجوده كل ده يعمل حاله. صح. وخصوصا كمان ان اللعيبه دي مشيتش من اول السنه، دي مشيت في نص السيزون او اللي هي ما كملتش مع الفرقه واحترفت او ايا كان اللي حصل، كان في نواقص كتير جدا ولاعيبه تقيله ولاعيبه دوليه. هي. الزمالك قدر يكمل؟ لا دي حاله. صحيح. لكن حالة. ما تقدرش تكمل بيها كل سنه. مظبوط.